120 ألف قنطار من البطاطا تم حجزها، أي ما يعادل 12 مليون كيلوغرام. بقسمتها على 44 مليون جزائري، قد يحصل الفرد الواحد على 0.27 كيلوغرام، أي نصف رطل، مقدار لا يكاد يكفي لوجبة واحدة. وفرضاً لن يتناول الجزائري البطاطا كل يوم، ففي أقصى الأحوال لو بيعت كل الكميات المحجوزة بالعدل والتساوي، فهي لن تكفي حاجيات المواطنين سوى لأسبوع واحد على الأكثر. أعتقد أن هذه التصريحات تعبر عن النية الصادقة لوزارة الفلاحة والتجارة، أما ميدانيا لا أعتقد أن يعني تكون تعطي نتيجة أو مردودية، لأن الجزائر عبارة عن 58 ولاية، وإذا خذينا هذا الرقم 120 ألف قنطار هي عبارة عن تلبية أقل من وجبة للفرد. بيع البطاطا المحجوزة وإخراج المخزون من طرف وزارة الفلاحة حل محصور في حيز زمني ومكاني ضيق، فسيدة المائدة لن تقبل النزول عن عرشها، ولن يهبط سعرها عن 100 دينار جزائري سوى لأيام. إجراءات كاينة، وإحنا مع المتعاملين نعملوا باش يزيدوا يوسعوا في نقاط البيع مع مديرية مصالح الفلاحية ومديرية التجارة لكي توفر لهم الأماكن اللازمة لكي باش يتمكنوا يسوقوا المنتوج. إذن حتى المخزون لن يحل الأزمة، ليعود الواقع ويرسم لنا وجها آخر من وجوهها، فقصة الأرقام لا تتوقف هنا. ففي وقت تشير الأرقام إلى إنتاج ما يزيد عن 46 قنطارا سنويا، تؤكد أن الاستهلاك الجزائري لهذه المادة 3 أضعاف المعدل العالمي، ب 111 كيلوغرام للفرد سنويا. المفروض حتى هذا المخزون ما هوش وقت يتخرجوا، كان المفروض نخرجوا قبل، كي كان مستوى البطاطا بدا يرتفع في الوقت اللي كانت البطاطا 60 دينار بدات ترتفع، شعرنا بها وصلت 65 دينار، من المفروض هنا تخرج البطاطا، اما كي توصل البطاطا 120 دينار خلاص وصل كما نقول احنا الموس العظم. بيع البطاطا المحجوزة وإخراج المخزون يجب أن يكون قرارا مخططا له، وليس ردة فعل بعد الارتفاع الجنوني للأسعار. فعوض سياسة رجل الإطفاء يجب أن تكون للوزارات الوصية نظرة استشرافية، فالمشكل الرئيسي يتمثل في غياب التخطيط الاستراتيجي والتنظيم المحكم والمتابعة المستمرة والرقابة الصارمة.